لوحت الإدارة الأمريكية بشن عمل عسكري ضد الحكومة السورية بحجة تطويرها لأسلحة كيميائية جديدة أكثر تطورا. وقال مسؤولون في إدارة ترامب إن واشنطن ستتخذ إجراء عسكريا لمنع دمشق من استخدام هذه الأسلحة، موضحين أن سمات الهجمات الأخيرة تشير إلى أن سوريا تنتج أسلحة كيميائية على الرغم من اتفاق عام 2013 لتدمير برنامجها.